أتأكد إني ما رح خليكن تنجحوا. بتشوفوا لما أطلع من هون، أنا رح ورجيكن شو قيمتكن. هاي هي خطتكن ما؟ ها؟ بس أنتوا اللي رح تموتوا فيها. هدفكن الوحيد تقتلوا الناس الأبرياء. أنتوا كلكن ناس سيئين. أنتوا كتير سيئين. عن جد أنتوا ما عندكن قلب أبداً. لك أنتوا ما بتخجلوا من حالكن، لأنه ما في عندكن قلب مثل غيركن. واحد مثلك ما لازم يتجرأ ويحكي قدامنا. انت مفكر انك رح تنجح وتنفذ خطتك ببساطة؟ اذا كل واحد بينفذ خطته ببساطة معناها ما رح يكون في شيء اسمه عدل بهالحياة. انا اللي رح انجح. لا ارمان، انت ما رح تنجح. بعد عنه، احنا بنتعامل معه. اتركوا اضربوه، خليكم عم تضربوه ليتركم. انت هلا ضربتني بس ما رح تستفيد شيء. المكان قريب كتير وانت رح تسمع كل شيء. خلينا نشوف مين اللي رح يربح، يا ترى كراهيتك ولا شجاعتي. باقي معنا بس 3 أيام، ركزوا بس بشغلكم. يلا تحركوا. أنا اللي رح أنجح ورح ورجيك شو رح أعمل بهالسكين. شوري أنا دقيت لك كتير اليوم، وين كنت؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.